هلا بتطلع احنا اللي حكينا عنه لحد الان بس حكينا عن 12% و30 سكن، بس في عندنا انواع تايبس اوف بيلدينجز. هلا من انواع العمارات انا هون عامل ليستنج لحوالي 12 عمار، 12 نوع. اشهرها طبعا واكثرها شيوعا اللي هي الاوفيسز، واللي هي اشد شيء بالديزاين. ريزيدنشال اللي هو سكني. ثلاثه مستشفيات. اربعه فنادق. خمسه الشوبينج سنترز. ستة الكار باركس. احيانا بكون عندنا عمارة هي فيها كار باركس، مرات بيجي عمارة بتكون عمارة جنب العمارة الرئيسية ثلاث اربع طوابق كار باركس، وبعدين بيطلعوا الناس من الكار باركس، وحتى احيانا بكون في وصل ما بين الكار بارك. يعني هون عندي مالتي ستوري كار بارك، زي مثلا هلا اللي عم بنبنى جنب العيادات الخارجية تبعت مركز الحسين للسرطان. شفتوا المركز الكار بارت؟ مش في مركز كار بارت، مبنى كار بارت مش خالص لسه. هلا هذا هون اذا ليش انا رد انزل؟ مباشره هي العماره الرئيسيه وجنبها كار بارت، هاي بصير لها تصميم. هلا ممكن تصف الكار بارت وتطلع، ممكن مثلا عندي في البلد فرضا عماره فيها كار بارت، بيجوا الناس بتصفوا بنزل للطابق الارضي وبعدين بيطلع على الشارع. او ممكن يكون في لينكس مباشره بين، إذا صفيت هذا الطابق بطلع من هون، زي الشوبينج، بعض الشوبينج سنترز كمان فيها شيء زي هيك. هاي صارت عمارة بس كار بارك، بس الهدف منها كار بارك. بتشوفوهم كثير مرات في البلد في مناطق مختلفة، إذا عندي منطقة محصورة وبدي أحط فيها كار بارك على مستويات، وبعدين بداخلها بكون مصاعد من هون. المسارح أحياناً المسارح بتكون على مالتيبل ليفلز، بكون فيها مصاعد وإسكليترز. ستاديوم بالضبط. زي اللي هو الارسنال اميريتس ستاديوم. تمام. تسعة ريلوي، محطات القطار والمطارات. تسعة. عشرة دوائر حكومية. هلا ليش بتنذكر الدوائر الحكومية؟ مش لانها، مش عشان الموظفين، الموظفين بنطبق عليهم كانهم، هاي عشان المراجعين. زي مثلا ضريبه الدخل او امارات زي هيك. فيوينج تاورز، هذه انترستنج. الفيوينج تاورز زي مثلا لو عندي عماره عاليه، في العمارات العاليه زي برج خليفه والعماره اللي عم تنبنى بالسعوديه، او مثلا في الشرق الاقصى بكون في عمارات عاليه، بخلوا اخر طابق فوق فيوينج تاور، او مثلا برج ايفل، هذا الطابق بيكون في فيوينج تاور، مرات بيكون في مطعم او شيء زي هيك، والناس بيطلعوا مباشره، ما بيدخلوش على العماره، ما لهمش علاقه بالعماره، بيطلع بيقضي حوالي نص ساعه ساعه فوق، بيتفرج، بيشتري سوفينير، مش عارف شو، بنزل مره ثانيه. هذول لهم تصميم خاص بصير هذا. حتى برج خليفه اظن، مش برج خليفه فيه هيك، بتدفع مبلغ معين بتدخل المصاعد هون بس فيزيتنج لهذا الطابق وبتنزل مره ثانيه. المصانع، هاي اخر وحده مهمه اللي هي educational. مشكله الادوكيشنال خصوصا عندي جامعات، اذا عندي مثلا قاعات محاضرات موجوده على عدد من الطوابق المختلفه، في فتره التبديل ما بين محاضره ومحاضره هاي بصير في عليها ضغط شديد. هاي عليها ضغط شديد بكون فإلها. هلا في كل حاله من الحالات هاي المفروض تندرس الحاله هاي، نطلع عليها ونشوف ايش الارقام المناسبه في كل حاله من الحالات، كيف بدنا نطلع البوبيليشن والانترفال والارايفل ريت.